العملية التعليمية. علشان تنضبط العملية التعليمية وتحديدا ينضبط سير الامتحانات في مصر، دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أعلن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والضوابط المنظمة لامتحانات الإعدادية، الشهادة الإعدادية نفسها، ثالثة إعدادي. طيب سارية من إمتى؟ من العام المقبل. امتحانات الشهادة الإعدادية تتعمل بنظام البوكلت بداية من العام اللي جاي بإذن الله، علشان ما يتمش تداول لورقة الأسئلة. ده على سبيل المثال. ظرف الأسئلة بيتفتح جوه اللجنة مش بره اللجنة، طبعا ده هيمنع الغش، يمنع التداول إلى آخره. في علامة مائية ووتر مارك بتخص كل إدارة تعليمية. اصطحاب الهواتف المحمولة مع المراقبين الملاحظين القائمين على الامتحانات داخل اللجنة ممنوع، يعني مفيش حد هيخش اللجنة بتليفون. طيب نزود على ده بقى زيادة الإجراءات اللي بتمنع اصطحاب الطالب للهاتف المحمول، مش هتعرف تهرب التليفون بتاعك جوه اللجنة. خليني أفهم أكتر حول هذه الضوابط مع زميلنا وصديقنا العزيز الأستاذ شادي زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. ازيك يا شادي؟ ألو. أهلا بيك يا يوسف، تحياتي ليك للسادة المشاهدين. ازيك، عامل إيه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. الصوت الظاهر في ديلي. عايز يا شادي بعد اذنك انت هتشرح لنا يمكن بشكل افضل مني بكتير الضوابط الثلاثه او القرارات الثلاثه اللي صدروا من معالي الوزير واللي هتتنفذ بدءا من العام القادم باذن الله. طيب خليني بس ااكد في الاول يوسف ان القرارات اللي صدرت النهارده هي استكمال وللاجراءات اللي اعلن عنها الدكتور رضا حجازي خلال الفترات الماضيه والفعاليات المختلفه عن الاجراءات المتبعه لضمان سلامه سير العمليه الامتحانيه. الحقيقه ان احنا كل ما بنتحرك خطوه للامام بيبقى في تحدي من التحديات اللي بنواجهها، واللي بالتالي احنا بنبتدي ناخد معاها اجراءات مختلفه علشان خاطر نزود الـ يعني كل سبل ضمان انتظام عمليه الامتحانات بما يحقق تكافؤ الفرص والعداله ما بين الطلاب. اذا كان بعض الطلاب او بعض حتى اولياء الامور اللي بيشتكوا ان في جروبات مثلا متعلقه بالغش، في ناس غشت، في ناس مش عارف عملت ايه، احنا كوزاره بنبذل جهود كبيره جدا عشان نضمن سلامه الانتظام السير عمليه الامتحانات بشكل كامل. طيب الاجراءات اللي اعلن عنها الدكتور رضا حجازي النهارده فيما يتعلق بالعام القادم هو تطبيق نظام البوكلت. ليه تطبيق نظام البوكلت في الامتحانات الاعداديه؟ لان طبعا احنا يعني تردد الينا يعني ان في مثلا عدم فهم ايه هو نظام البوكلت، وان ده كان موجود في نظام الثانويه وازاي يطبق في الاعداديه. هو ما فيش تغيير في نظام الامتحان، هو نظام البوكلت كل الموضوع فيه ان هو كراسة، هي كراسة أسئلة وإجابة موجودة في كراسة واحدة، كل سؤال هيبقى تحتيه المكان الكافي للإجابة بتاعته. يعني كل ورقة مثلا فيها سؤال وتحتها المكان الخاص بالإجابة اللي هيجاوب فيه الطالب. فبالتالي أصبح مفيش ورقتين منفصلتين، مفيش ورقة أسئلة لوحدها ياخدها الطالب مع لوحده وهو خارج. أيوه. ويسلم كراسة الإجابة، لا هو كله هيبقى في مكان واحد. طب إيه الهدف من ده؟ الهدف من ده هو يعني تصعيد محاولات الغش لو في حاله حدوثها، في حاله حدوثها. يعني احنا بناخد كل الاجراءات والاحتياطات، ولكن اللي بيطلع لو في حاله ان في طالب طلع تليفون او في حد طلع تليفون وصور، هو بالتالي مش هيقعد يصور 10 ورقات كل سؤال على حده لوحده. انا بس بشرح علشان اوضح الامور بشكل افضل. يعني لا، ورقه الاسئله اللي موجوده دلوقتي لو في حاله ان تم تصويرها بتتصور بالكامل. في البوكلت لا. البوكلت هو كل سؤال في ورقه لوحده تحتيه مكان كامل للاجابه، وبعدين بيقبل الصفحه يدخل على السؤال الثاني وتحتيه مكان كامل للاجابه وهكذا. حلو جدا. ده كان اجراء. وبالتالي مش هيبقى في مجال مهم يعني.
مش هيبقى في مجال ياخد الورقه بتاعت الاسئله ويطلع بره اللجنه. كان زمان بقى وانا في المدرسه ده كان يجي من 30 سنه اكتر كمان، فزمان كان واحد يخلص في البدري بدري وياخد الامتحان، ما كانش لسه في موبايلات طبعا، ياخد الامتحان ويطلع ويبدا بقى ايه يقف من الشباك بتاع المدرسه يملي اجابات في ميكروفون وبتاع، فكده بخ حتى الطريقه القديمه لا. التقليديه دي كده خلاص بخ، ما حدش هيعرف ياخد ورقه اسئله لا. ويطلع بره اللجنه. هو 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 الموضوع او السيناريو اللي بتحكي عليه يوسف هو ده اللي مش بيحصل يعني. هو واحنا لو بنتكلم على حتى ان في تليفون خرج اتصور ورقه الاسئله سريعا وبعتت على اي تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي، احنا حتى هناخد اجراءات ضد ده تصعب حتى اي حاجات مبتكره او اساليب مبتكره للغش الالكتروني. حلو. يعني هو التحدي اللي موجود هو الاساليب المبتكره للغش الالكتروني من هنا بنواجهها باجراءات مختلفه. حلو. من هنا بيجي القرار بتاع محدش يخش اللجنه بموبايل، لا مراقب ولا مدرس ولا تلميذ ولا حاجه، صح؟ هو طبعا القرار المتعلق بعدم دخول الطلاب اللجان بالتليفون او بالهاتف المحمول ده اوريدي موجود، يعني ده فعلا موجود بيتم اتخاذ اجراءات فيه طبعا بشكل صارم، ولكن هو النهارده الجديد ان ما فيش حتى مراقبين او المنتمين لاي لمنظومه الامتحانات داخل اللجنه، مش هيبقى ممنوع ان هم يستخدموا الهاتف المحمول او يدخلوا بيه اصلا. فهيبقى ده يعني كصمام امان ان ما يبقاش في اي وسيله الكترونيه يتم استخدامها باي شكل من الاشكال لاي حد قد يتورط او قد يعني يفكر ان هو يحاول يقوم بعمليه تداول او عمليه غش الكتروني لورقه الامتحان. يعني المراقب يسيب تليفونه بره الباب، ما يعديش باب اللجنه. الاجراء الاصعب ان هو هيتم كمان الظرف، هيبقى فيه ظرف جوه كل ظرف 20 ورقه اسئله هتتوزع هتتفتح جوه اللجنه مش بره اللجنه. وكمان هيبقى لكل اداره تعليميه علامه مائيه او ووتر مارك زي ما قلت، عشان خاطر لو في حاله ان تم حدوث اي محاوله للغش يتم تحديد اللجنه على الفور في ظرف دقائق، وبالتالي يتم رفض المتسبب في محاوله الغش وطبعا اتخاذ الاجراءات ضده. طيب ده معناه انه المراقب او ايا كان من القائمين على عمليه الامتحان موبايله ما بيعديش بيه باب لجنه الامتحان، صح؟ بالظبط يا استاذ يوسف. طيب السؤال بقى، يتم اتخاذ اجراءات حاسمه في الموضوع ده ازاي؟ معلش اعذرني، ازاي؟ هل هيبقى في حد هو يعني مسؤول؟ يعني زي ما هيبقى في تفتيش للطالب يعني عند دخول اللجنه، هيتم ايضا برضو التاكيد على المراقبين وتفتيشهم عند دخول اللجنه، والتاكيد على عدم وجود اي هواتف محموله او اي وسائل الكترونيه حديثه يتم استخدامها في الداخل. حلو جدا. طيب لو افترضنا جدلا، انا معاك يعني خدني على قد عقلي، حد قال لا ده ما اقدرش اسيب التليفون، جدي في المستشفى، ممكن يحصل امر طارئ، انا ما اقدرش اسيب التليفون من بره، هنعمل ايه؟ انا لو منك اقول له روح. الاجراءات عامة يوسف ولا يوجد اي استثناءات، والحقيقه ان الدكتور رضا حجازي يعني مصر وشدد بشكل كبير جدا حتى في زيارته النهارده او التصريحات دي اللي كانت متزامنه مع زيارته النهارده في الدقهليه، شدد بمنتهى الحزم على ان الاجراءات اللي هيتم تنفيذها هتنفذ بكل دقه وبصرامه وما فيهاش اي استثناءات. اللي يهمنا هو ضمان انتظام الامتحانات بشكل كامل، علشان خاطر الطلاب يبقى في مبدا تحقيق مبدا العداله وتكافؤ الفرص ما بينهم، وعلشان كمان الامتحانات تخرج بشكل سليم. احنا بنتكلم طبعا الشهاده الاعداديه خلاص خلصت يعني، فاحنا بنتكلم كمان على فيما يتعلق الاستعدادات الخاصه بالثانويه العامه، يعني احنا داخلين دلوقتي كمان على الثانويه العامه، فهيبقى في اجراءات مشدده وجهود مبذوله لاقصى درجه ممكنه علشان نضمن ان المنظومه الخاصه بالامتحانات تخرج بشكل سليم ودقيق وما بقاش فيها اي تحدي او مشكله باذن الله ان شاء الله. بالطريقه دي اظن هيبقى في استحاله ان انا الاقي صفحات على الفيسبوك بتنشر الاسئله والاجوبه، صح؟ هو خليني اقول لك يا يوسف منتهى الصراحه، هو احنا لو كوزاره بنبذل مجهود
هو المفروض ان في مسؤوليه مشتركه، في مسؤوليه مشتركه ما بيننا كوزاره وما بين اولياء الامور في توعيه الطلاب وكمان القائمين معانا على المنظومه. يعني هنا في مسؤوليه مشتركه ما بين عده اطراف لازم كلها تبقى متعاونه بشكل كامل عشان نقدر نحقق او نخرج بالنتيجه التي تليق بمنظومه الامتحانات واللي بتحقق يعني اعطاء كل طالب حقه ونتيجته نتيجه اجتهاده في المذاكره. يا رب، لعل وعسى زي ما بيتقال. اشكرك استاذ شادي زلطاء المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم.